فتح الطريق للتمويل الخارجي المباشر للمشاريع الجزائرية هو المطلب الذي يرافع من أجله المستثمرون المحليون في كل مناسبة، خيار من شأنه إقامة مشاريع خاصة عملاقة حسب هؤلاء، فكيف ذلك؟ وجدنا هناك فرص لممولين يعني غير الجزائريين مثلا لمشاريع موجودة عندنا في الجزائر، لكن نصطدم بأن النظام المالي الجزائري يمنع التمويل الخارجي يعني بشكل مباشر بغض النظر عن الشراكة، يعني حتى لن نضع مثلا قال لازم يكون شريك، هذا فقط نتحدث عن تمويل. فالآن احنا كنا في كل لقاءاتنا في الملتقيات دائما ندعو أن يكون فيه إعادة نظر، يعني يفتح المجال للتمويل الخارجي للمشاريع، الآليات موجودة، المؤسسات التمويل الدولية سواء خاصة أو مؤسسة عالمية موجودة، لكن دائما بالنسبة للتمويل المشاريع الداخل الجزائر قعدنا هذا العائق. ومقابل هذا الطرح خبراء يوضحون نقاط القوة والضعف لمثل هذه الصيغ التمويلية التي يعتبرها النظام البنكي المركزي محظورة وتصب في منطقة المديونية الخارجية. هو هذا المستثمر كي يطلب تمويل من عند الزبون من الخارج، لكن هو ما عندوش ضمانات، شكون راح يدير الضمانات؟ راح يديرهم البنك التجاري والبنك المركزي. غدوة هو ما يقدرش يخلص، تصبح استدانة للدولة الجزائرية. علاش قلنا لازم نفتحوا الاستثمار باش يجي بأمواله 100% يمول المشروع تاعه بدون ضمانات، يكون هو يمول المشروع، يصبح هو صاحب المشروع. كما داروا إعمار، كما داروا القطريين جابوا الأموال تاعهم، ما طلبوش ضمانات. إذن فالسلطات المالية العليا في البلاد تقطع الطريق أمام كل المساعدات الخارجية مهما كانت طبيعتها، ما عدا في المشاريع الاستراتيجية وبترخيص قرارات تبعد الخزينة العمومية عن عبء تسديد أي ديون جزائرية عالقة من طرف الخواص.